ثلاثة طحن اقتلك. تمام. طبعا طبعا طبعا. معانا النهارده اخر جزئيه في ماده العلوم للصف الثاني الاعدادي، درس الانقراض، اخر جزئيه في درس الانقراض، وبكده نكون خلصنا المنهج يا شباب. تعالوا يلا نشوف الانظمه البيئيه بتتقسم لايه. انا عرفت خلاص ان الانقراض ان الكائنات الحيه عندي بتبدا تنقرض، زي ما اخذنا ان الديناصورات انقرضت بسبب ايه، بسبب ان الظروف المناخيه ما كانتش ملائمه. كمان في حاليا حيوانات موجودة مهددة للانقراض برضو بسبب ايه، بسبب ان الظروف والحاجات اللي هي محتاجة تعيش فيها مبقتش ملائمة ليها، فبالتالي بدأت تموت، بدأت تهاجر، بدأ يحصل فيها بعد ما كان عددها بالألف وبالألفين وبالمئة ألف، لأ عددها بقى بسيط جدا زي دب الباندا والخرتيت والنسر ونبات البردي والحيوانات. طبعا نبات البردي من الحاجات اللي بدأت تنقرض بطريقة غريبة، يعني ممكن بعد سنة 2 ما نلاقيش أصلا نبات برد تاني لأن الظروف المناخية ما عادتش ملائمة ليه. طبعا خدت كمان يعني إيه سلسلة غذائية، وعرفت إن لو حيوان من السلسلة اختل أو مات أو انقرض بيبدأ يعمل لي اختلال في السلسلة كلها. في حيوان كان بيتغذى على حاجة وحاجة بتتغذى عليه ما بقاش موجود، يبقى السلسلة اختلت، توازنها اختل، في حاجة غلط في الموضوع. بدأ يقول لي بقى يلا نقسم الأنظمة البيئية، إيه الحاجات اللي بتأثر على الانقراض من حيث النظام البيئي. قال لي أنا عندي نوعين من النظام البيئي، نظام بيئي مركب ونظام بيئي بسيط. يلا كده نعمل زوم على النظام البيئي البسيط. قال لي هو نظام بيئي قليل الأنواع، أنواعه مش كتير، يعني إيه شوية حيوانات على شوية نباتات، فعملوا لي نظام. طيب هل النظام ده لما حد بيغيب فيه بيتأثر؟ جدا. تخيلوا كده انتوا فصل من 5 طلاب، غاب منكم طالب، هنحس بالفرق ولا لأ؟ يا مس هنحس جدا، الطالب ده كان عامل لنا صوت أكتر، كان عامل لنا تفاعل أكتر. لما كنا بنيجي نحل الأسئلة بدل ما كل واحد بيحل 3 أسئلة كنا بنحل 2 عشان هو كان معانا، احنا كنا 5 بس، احنا كنا 5 طلاب ومثلا عدد الأسئلة 10، فكنا بتقسم علينا، فدلوقتي احنا حاسين بالفرق. طيب تخيلوا فصل 50 طالب، طالب غاب، في فرق هيحصل؟ مش هنحس بيه، حتى لو حسينا صدفة مثلا ان احنا بننادي على الغياب او بنسأل على الطلاب واكتشفنا ان الطالب فلان غايب. اما لو احنا عددنا بسيط او الواحد يختفي، لا ده في الكرسي ده فاضي، الكرسي ده مين اللي كان هنا؟ طيب ايوه هي ناس فبيقول انا النظام البيئي بطلع مش خالص، كان دايما بتلاحظ ان في حد مضايقها. بالظبط لان عددكم مش كبير، فبالتالي ببدأ اشوف لا احنا كده في حد ناقص، حتى لو ما اكتشفتش مين اللي ناقص بس انا عارفة ان في حد ناقص. فالنظام البيئي البسيط ده يا شباب بيتأثر بشدة جدا لو حد غاب. ليه؟ لانه اصلا نظام بيئي الانواع بتاعته قليلة، يعني ما تلاقيش حيوانين او 3 بياكلوا نفس الحيوان، يا دوبك حيوان بياكل حيوان يجي غيره ياكله، فلو واحد غاب هيأثر على السلسلة طبعا. طيب ليه بيتأثر بقى بشدة؟ قال لي لعدم وجود بديل يعوض غيابه، مفيش بديل، مفيش بديل عنه، مفيش حيوان تاني ياكل اللي كان بياكله، او اللي كان بياكل الحيوان ده يلاقي حاجة غيرها ياكلها، مفيش، فبالتالي يبدأ يتأثر النظام ده بشدة. مين مثال على الأنظمة البيئية؟ عندنا الصحراء. الصحراء مثال على النظام البيئي البسيط يا شباب، حيواناتها عدد حيواناتها قليلة ونباتاتها كذلك، لو بدأ حيوان يغيب بيبدأ يأثر على باقي الحيوانات كلها. تعالوا نشوف بقى النظام البيئي المركب. نظام بيئي أنواعه كتيرة جدا، ما بيش بيتأثر عند غياب حد. ليه؟ في بدائل، في حد ممكن يعوض الغياب ده، يبقى هيتأثر ليه نظام. يعني أنا دلوقتي حيوان انقرض أو مات، في حيوان شبيه له أصلا بياكل اللي بياكله، فإيه اللي هيحصل؟ مفيش أي حاجة حصل، مفيش أي طبعا طبعا ده ما يمنعش إن وجوده مهم، هو مش هيأثر بنسبة كبيرة بس بيأثر حتى لو بنسبة 1%، مع الوقت لو كل الحيوانات بدأت تختفي بيبدأ يحصل التأثير الكلي. بس أنا بتكلم دلوقتي لو حيوان واحد غاب أو انقرض، التأثير الكلي على البيئة أو على النظام البيئي المركب لأ مش تأثير كبير،
بنقول تأثير بنسبة 1% 2% مثلا، فاحنا بنقول بالعموم كده مش بيأثر. طبعا عشان في بدائل، زي مين؟ زي الغابات الاستوائية. شايفين كمية الحيوانات اللي في الغابات الاستوائية؟ حيوانات كتير. لما يبدأ حيوان يختفي هيلاقي بديل، على عكس الصحراء. الصحراء النباتات عددها قليل والحيوانات عددها قليل. طبعا الصحراء مش بالشكل ده، ولكن هو مكثف لك الحيوانات اللي موجودة في الصحراء في الجزئية دي، عشان يقول لك مثلا دي حيوانات الصحراء اهي. انا ترى عاوز نقل الخشب بيعيش في الصحراء، الايه؟ نقل الخشب النقار الخشب بيعيش في الصحراء عادي. في حيوانات كتير اصلا موجودة في الصحراء احنا ما نسمعش عنها. تعالوا نشوف طرق حماية الكائنات الحية من الانقراض. أنا كائن حي مش عاوز أنقرض، أعمل إيه يا ريمون ده؟ قال لي والله المفروض العلماء حضرتهم، يعني زي ما هم مهتمين إن هم يقولوا لي في انقراض وفي حيوانات بتنقرض، لازم كمان يهتموا أو يهتموا بالطرق اللي تحمي الحيوانات دي من الانقراض. قلت له ماشي، زي إيه؟ قال لي والله يا مس أنا ممكن أربي وأكتر من الأنواع دي. يعني إيه؟ هاتها أعمل لها بيئة مستوطنة، هات الذكور وهات الإناث وخليهم يتكاثروا، يكتروا لي النوع، وفي نفس الوقت أحافظ عليه من الانقراض. بعد ما كان النوع خلاص قرب ينقرض، لأ ده أنا بكسر نوعه تاني، بخليه يتجدد تاني لما حطيته في مستوطنة، بتحميه من أي حاجة من الانقراض. طيب وبعدين؟ يا باشا مش النوع ده ممكن في يوم من الأيام ينقرض؟ طب ما احنا دلوقتي بقى عندنا حاجة اسمها بنوك جينات. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن بيسرقوا، او مش بيسرقوا، يعني فيما معناه ان هما بيجيبوا الحيوان ده ياخدوا منه الجينات اللي هي مسؤولة عن تكوينه اصلا وتكوين صفاته، ويبدأوا يحطوها في بنوك الجينات. يقول لك احنا نعمل عليها تجارب، ممكن نخلق حيوان يحمل نفس الصفات بتاعة الحيوان ده عن طريق الجينات بتاعته. ده بيحصل حاليا، يعني الدراسات دي بتحصل حاليا في الفعل. طب انت ليه بقى الحيوان ده بما انه مهدد للانقراض، هات الجينات بتاعته واحفظها في بنوك الجينات، وحاول تعمل تجارب انك تخلق الحيوان ده تاني. ده بقى اسمها بنوك الجينات، بنوك جينات خاصة بالأنواع المهددة بالانقراض، عشان لما النوع ينقرض ألاقي الجين بتاعه أعرف أخلقه تاني. إقامة محميات طبيعية عشان أحافظ على الكائنات المهددة بالانقراض دي. طب ايه هي المحميات الطبيعية؟ اللي هي اماكن بتكون معمولة مخصوص عشان نحمي فيها الحيوانات المهددة بالانقراض. طب اهميتها؟ خلاص يا بس انت عاملاها عشان تحمي اصلا الانواع المهددة، توفر لها ظروف مناسبة ما كانتش متوفرة لها في البيئة بتاعتها. انت عارفة ان الحيوان ده بيحب البرودة، اعملي له محمية طبيعية تتميز بالبرودة، حطي اجهزة تبرد المحمية، بالتالي هيقدر يعيش. الحيوان ده بيحب الحرارة الشديدة، ظبطي له الدنيا وحطي له حاجات تعمل له حرارة شديدة، فبالتالي انت كده بتهيئي له اللي البيئة ما كانتش مهيئه له في المحميات الطبيعية. طبعا. طب هل في محميات طبيعية؟ قال لي طبعا عندنا محميات طبيعية مشهورة زي محمية يلوستون ومحمية الباندا. اسمها محمية الباندا عشان اصلا هي معمولة للباندا. موجودة فين؟ موجودة في الصين، شمال غرب الصين. اهي باندا صيني اهو. طيب محمية يلوستون، قال لي محمية يلوستون دي موجودة في الولايات المتحدة، ودي محمية للدب الرمادي. ده بالنسبة للمحميات على مستوى العالم، يلوستون وباندا. طب تعالي نشوف بقى محميات ايجيبت. طبعا محميات ايجيبت عندي محمية رأس محمد ومحمية وادي الريان، الاتنين موجودين في مصر. محمية رأس محمد دي أول محمية طبيعية اتعملت في مصر، كان الكلام ده سنة 83، 1983 طبعا. موجودة في محمية رأس محمد؟ قال لي موجودة في محافظة جنوب سيناء. محافظة جنوب سيناء، يبقى بحر ايه يا شباب؟ أحمر ولا متوسط؟ الشاطر بقى في الدراسات يعني قلت لها أحمد أحمر، عشان أنا في الجنوب بتاع سيناء أكيد مش هكون متوسط. طيب وأصلا الشعاب المرجانية موجودة في البحر الأحمر.
فمحمية رأس محمد معمولة للأنواع النادرة من الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، الأنواع النادرة اللي هي مهددة للانقراض بدأوا يعملوها محمية زي محمية رأس محمد ويحفظوها في المحمية دي، عشان لو بدأ أي نوع يحصل له أي انقراض يبدأوا إيه يعني يسيطروا على الوضع. محمية وادي الريان بتضم وادي الحيتان، قال لي والله دي محمية موجودة في محافظة الفيوم، عبارة عن هياكل عظمية كاملة لحيتان عمرها حوالي 40 مليون سنة. تاني، هياكل عظمية كاملة لحيتان عمرها حوالي 40 مليون سنة، عملوا لها محمية في وادي الريان عشان يبدأوا إيه يحفظوا فيها الهياكل دي. هي محمية هياكل مش محمية حيتان حقيقية. اه محمية هياكل، بس الهياكل في ما حفظ وقت ما... تاني، اه محمية هياكل طبعا. عاوز اكتب جملة حلوة قوي، ممكن تخلوني اكتبها؟ طب ايه انا هي؟ عايزة اقول، طب انا اعمل ايه بالهياكل؟ يا يعني بنتي انا عايزة دي هناك فيها روح. حاجات من 40 مليون سنة. ايوه ماشي ماشي، خلاص، هو يعني مات، مات وانقرض خلاص. انتوا عيال ما عندكوش كده متعة في الإحساس بمادة جمال الحاجة. انت شايفة حاجة بقالها 40 مليون سنة، تخيلي. ماشي، هو حاجة جميلة يا بس مش هتفيدنا في حاجة. ماشي هي جميلة، بس أنا قصدي إيه؟ يعني أنتوا عاملين محميات من كتر المحميات اللي عندنا، يعني يعملوا للحاجات اللي بتتكرر زي كبش أروى ولا أروي بقى. مثلا ايوه صح، عارف. إيه يعملوا للنبات البردي ده؟ أحسن فراعنة تقوم علينا بلعنتها كده بس. أيوه أصل ده كان كل حياتهم. طبعا يا شباب، سعيدة جدا ان احنا خلصنا المنهج. ما انكرش ان انتوا ساعدتوني في ده، يعني بما انكم طلبة متميزين ما كانش الموضوع صعب بالنسبة لي ان احنا نخلص المنهج في الوقت القياسي ده. ليه؟ ما شاء ميرسي الله ميرسي، عليكم، مستواكم كويس جدا بالنسبة لي على الأقل، تسميعكم كويس جدا، حتى لو في مرة عملت سكيب للتسميع ببقى واثقة كويس جدا ان انا سمعت. ما شاء الله اللهم بارك، حلينا مش بس كنا بنسمع او بنشرح، لا ده احنا كنا بنحل كمان. كنت بحط قدامكم قوي اي صفحة في اي وقت، بتفاجئوني وبتحلوها بكل سهولة وسلاسة. فانا مبسوطة جدا ان انا قضيت معاكم الترم ده بصراحة. طبعا احنا لسه ما خلصناش الترم، بس خلصنا المنهج ودي حاجة كويسة جدا. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنمسح الجملة الجميلة القمر بتاعتنا دي ونقلب على الوش التاني. بالظبط. نظام المراجعة بتاعي هنزل لكم بيه ان شاء الله صورة عشان تعرفوا احنا هنعمل ايه خلال المراجعة. بس سريعا كده انا هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة هنراجع واحدة واحدة، مش درس درس. ناخد الوحدة ازاي؟ الاولى، ناخد فيها نتكلم مثلا يا شباب انا المرة الجاية هراجع الوحدة الاولى، معنى كده طب يكون الوحدة الأولى هي بس خليها درسين درسين، بس الوحدة الأولى، نعم. الوحدة الأولى خليها درسين درس، درسين، بصي هي الوحدة الأولى درس يعني 4 دروس، هما 4 دروس مخدومين شوية. يعني عاوزين الوحدة الأولى نقسم درسين درسين، ما فيش مشكلة، بحيث إن كل الوحدات تبقى بس 2 2. ماشي، يبقى من دلوقتي أهو عشان ما ننساش. المرة الجاية عندي وحدة أولى، عندي سوري درس أول ودرس تاني، تمام. تمام. أهو طيب، مطلوب إيه؟ أنا عاوزة كل واحد فيكو أي معادلة في الدرس الأول وفي الدرس التاني تتكتب في كشكول لوحدها وتتبعت لي على الجروب. أول حاجة معادلات درس أول تمام. درس تاني. معادلات تعريفاتك يا باشا، التعريفات كلها تتجمع تحت المعادلات في الدرس الأول وفي الدرس التاني. خليكوا أذكياء بقى وسيبوا مكان في المعادلات لبقية الدرسين التانيين أو الدرس التالت عموما، وبعد بس كده ابدأوا في التعريفات. نعم انا مش فاهمه هنعمل ايه برضه. تاني، كشكولك القمر بنعمل ايه في المراجعة؟ انا قابلني وانا بذاكر اول معادلة في المنهج، اكتب يا باشا في الكشكول على طول.
المعادلة الأولى معادلة مثلا اتحاد الأكسجين مع غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج كربونات هكذا، وأكتبي المعادلة بالعربي والإنجليزي أو بالعربي باللاتيني. ده أول حاجة. تاني حاجة، أنا يعني أنا مثلا في الدرس الأول قابلني مثلا، الدرس الأول مفهوش المعادلات عموما، بس نقول مثلا قابلني 5 معادلات مثلا، يبقى ال5 معادلات أنا عارفة إن دي معادلات الدرس الأول، اتحاد كذا مع كذا للإنتاج كذا، اتحاد كذا مع كذا للإنتاج كذا، كلهم موجودين قدامي في صفحة واحدة في كشكول واحد. فأنا لما أجي أراجع مش هبقى رايحة أدور في الكتاب على المعادلة الأولى والمعادلة التانية، لا أنا في المعادلات كلها قدامي في كشكولي، لما أجي أحل هيساعدني جدا في الامتحانات. تاني حاجة التعريفات، التعريفات اللي انتوا تحسوها انها تقيلة على قلبكوا كده او انها مش راسي قوي اكتبوها في الكشكول برضو تفرق معاكم. طب انا بعمل تشكر كده ليه؟ هتشكروني والله لما نيجي نحل هتلاقي لا المعادلات في دماغنا اكتر، يعني راسي اكتر لان انا كتبتها بايدي. طيب محتاجة منكم ايه كمان؟ طبعا قلت الدرس الاول والتاني مش عاوزة اقول تحفظوه اكتر من اسمكم، بس عاوزة مراجعة كويسة جدا، لان المرة الجاية بإذن الله احنا هنحل المرة الجاية على الانقراض، بس هنسمع الدرس الاول والتاني وبعد كده نبدأ بقى نحل عليهم ونحل برضه في نفس الوقت شامل. فانا عاوز الدرس الاول والتاني الحصة الجاية يكون جاي لي مفروم، المعادلة تتعمل وتتبعتل، اي معادلة في لو معادلة واحدة ما عنديش مشكلة يتعملوا ويتبعتوا لي على الجروب، دي اهم حاجة. تمام حد عنده اي مشكلة بالنسبة للي انا بقوله؟ خالص لا. طيب طبعا احنا ماشي. ما سمعناش. نعم هو انتوا خدتوا درس الكراد؟ خلصنا يا ملك، احنا خلصنا المنهج يا ملك. انا كنت وصلت الحفريات وخدتها، بس كنتش عارفه ان انتوا خدتوا درس الكراد لا وما احنا ذاكرتوش. اخدنا جزء المرة اللي فاتت وكملنا النهاردة، وهنبدأ بقى نسمع دلوقتي. شباب المستقبل، شباب شباب مصر، ماشي طب يا هو ملك قادر عملت عليهم ذاكرين. مراجعات بسيطة بعد التسريع؟ طب هقول لك الفكرة ماشي، مثلا عينيا عينيا ليكي والله. طيب هقول لك دلوقتي في دقيقتين كده الدرس بيتكلم عن ايه، وهقول لك المره الجايه ذاكريه كويس وتيجي قولي لي بس في مشكله في الجزئيه الفلانيه انا مش فاهماها اشرحها لك. تمام. تمام. طيب درس الانقراض يا ملك بيتكلم عن ان احنا عندنا حاجه اسمها انقراض. فالانقراض ده ليه اتوجد؟ ليه؟ قال لي والله في حيوانات بدأت تنقرض بسبب ان الظروف المناخيه ما بقتش ملائمه ليها. طيب هل احنا كعلماء هنسيب الموضوع ده يتطور؟ قال لي والله الموضوع مش بايدينا، هي حيوانات فعلا مش قادره تتعايش او تتكيف مع الظروف المناخيه، فبيبدا على ده يقل. قلت له طب ما طيب، طب ما احنا نحاول نشوف ايه هي اسباب الانقراض اصلا. قال لي في اسباب كتير، اسباب مثلا ان الموطن الاصلي بتاع الكائن ده يبوظ او يتدمر، ان مثلا يحصل الناس هي اللي تسبب الانقراض ده، ان في مثلا صيادين مش بيراعوا ربنا فبيروحوا يعملوا صيد جائر بيموتوا له كل الاسماك عشان يصطادوا مثلا عدد معين من الاسماك. في كمان تلوث بيئي، ان المصانع بترمي مخلفاتها في البحر وفي الميه فبتبدا تموت الكائنات الحيه اللي فيها. بدا كمان يتكلم لي عن ايه هي الانواع المنقرضه زي الديناصورات وزي الماموس وزي الكواجه وزي طائر الدودو، دي كلها انواع منقرضه، في منهم اللي انقرض من زمان قوي وفي اللي لسه حديث زي طائر الدودو والكواجه. طيب بدا يكلمني بقى ايه هي الانواع اللي لسه موجوده بس مهدده بالانقراض، يعني خلاص قربت تنقرض، زي دب الباندا وزي كبش اروى ونبات البردي وغيرها من الحيوانات. طيب احنا هنسيبهم ينقرضوا ولا هنحاول على قد ما نقدر نخليهم ما ينقرضوش؟ قال لي هنحاول على قد ما نقدر. تعمل ايه؟ قال لي هنعمل محميات طبيعية، المحميات الطبيعية دي نحط فيها الحيوانات المهددة للانقراض ونبدأ ان ايه نعملها ظروف او تكيفات عشان تتحمي من الانقراض. طيب ايه كمان؟ طب افرض الحيوان انقرض يبقى مش هيبقى اعرف اجيبه تاني؟ قال لي لا، ده احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها بنوك جينات. بنوك جينات ان احنا بنجيب جينات الكائن الحي دوت نحفظها في البنك بتاع الجينات عشان لما الحيوان ده ينقرض اقدر اخلق حيوان مشابه ليه تمام. دي دراسات بتحصل حاليا. كمان ان احنا بنعمل محميات طبيعية زي ما قلت، زي محمية رأس محمد ومحمية وادي الريان، دي محميات موجودة عندنا في مصر، محمية لحفظ الشعاب المرجانية ومحمية اصلا بتحفظ هياكل الحيتان، وفي محميات عالمية زي لوستون والبند.
طب آخر جزء معايا، إن إحنا عندنا حاجة اسمها السلاسل الغذائية. السلاسل الغذائية دي حاجة خدتوها في رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي بياخدوها دلوقتي، ما علينا. السلسلة الغذائية إن إحنا عندنا مسار للكائن الحي. مثلا أنا معايا نبات، مين اللي هياكل النبات؟ الجراد كل النبات، تيجي الضفدعة تاكل الجراد، يجي الثعبان ياكل الضفدع، تيجي البومة تاكل التعبان. يبقى احنا كده ماشيين في سلسلة ان كائن بياكل كائن وكائن بياكل كائن. طب افرضي كائن اختفى في السلسلة دي، هيأثر طبعا. مثلا لو الضفدعة انقرضت، هل هتأثر على مين؟ قال لها هتأثر على حاجتين، هتأثر على الجراد وهتأثر على الثعبين. التعبان مش هيلاقي ضفدعة ياكلها فيبدأ الغذاء بتاعه يقل. طب والجراد هيكتر لأنه ما بقاش لاقي حد ياكله، فعمال يتكاثر وما بيموتش. فدي طبعا السلسلة الغذائية اللي لو اتأثرت بأي حاجة هيبدأ يحصل انقراض، أو هيبدأ يحصل تأثير على التوازن البيئي. ده كان بالنسبة لدرس الانقراض، درس سهل وخفيف. يلا يا شباب، جاهزين للتسميع؟ ايه ده؟ احنا نسمع؟ احنا طبعا هنسمع بعد ما ناخد الدرس؟ اي طبعا. اسئله تانية بس حلو. طبعا ما تاني بس كنت عايزه اذكر حاجه. نعم، احنا اخر مره كنا واقفين فين في المذكره او في الملحق؟ اعتقد مش تقريبا يا 20 قبل 30 شيء. الكتاب مثلا، هنمشي حل من المذكره ولا من الكتاب؟ احنا طب هنحل. تاني. انا بصوا انا هقفل الكتاب، انا مش هسيب لكم صفحه في الكتاب ما حليناش سوا، احنا مخلصين بدري. هقفل الكتاب، اي صفحه ما حليتهاش معاكم هنحلها سوا باذن الله. وفي نفس الوقت هيبقى فيه مثلا امتحان، امتحانين في الحصه من الكتاب الخارجي، انتوا بتخلصوا الامتحان في 10 دقائق او في ربع ساعه، فما شاء الله عليكم يعني، فهنحل كتير ما تقلقوش. طب انا عاوزاكم النهارده سيبوكم هنعمل ايه وركزوا في اللي احنا بنعمله النهارده، اتفقنا؟ ماشي، انا يلا حبيت بينا. الدرس انا هسأل كل واحد سؤال عشوائي بس. يلا بينا يا رودي. من المنهج ولا من الدرس اللي فات؟ من الدرس بتاع الانقراض تمام. قولي يلا يعني ايه سلسلة غذائية، واديني مثال على سلسلة غذائية. ده أنا أوه. تعريف السلسلة الغذائية. أيوة مسار بتسلك الطاقة عند انتقالها من كائن حي لكائن حي آخر داخل النظام البيئي. برافو. طب اديني مثال بقى على سلسلة غذائية. يعني اقول مين بيستهلك مين مثلا؟ مين بياكل مين؟ اه تمام. النبات كائن منتج. ممكن يتغذى عليه الأرنب. تمام. إذا يجي ممكن الثعلب ياكل الارنب، يبقى كده السلسله خلصت. بس كده كنت هقول ماشي الأرض. طيب. اه طبعا معلومه يا شباب، عشان بس معلوماتكم ما تبقاش ناقصه. إيه طب هو الثعلب بيروح فين بعد ما الارنب ياكل؟ ده مثلا لو ما جاش حيوان تاني استهلكه، لما بيموت بيموت بيتحل. اه فاحنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا كائنات محلله كمان، مش عندنا بس كائنات منتجه زي النبات وكائنات مستهلكه زي الحيوانات، احنا عندنا كائنات متحلله كمان. إيه يلا يا ساعة شيرين. النبات بيتغذى على بعض المستهلكين. معاك يا مس، نعم ثواني، بتقول معاك ايه يا يا مس. مازن؟ يعني يا مس مثلا الثعلب بعد ما يتغذى على الأرنب مثلا، فمصيره إن هو يموت ويتحلى، مش الفئات اللي في جسمه دي لما يتحلى هتروح هترجع للنبات في الأول والآخر. طبعا هو اصلا الكائنات بتتحلل كل العناصر الغذائية اللي في جسمها
بتبدأ تاني ترجع التربة والنبات يستفاد منها. عشان كده يا شباب، حلو حلو السؤال يا مازن، احنا بنقول ان السلسلة الغذائية دي مغلقة. يعني ايه؟ يعني انا بدأت بنبات والله العظيم برجع لنبات تاني. ازاي؟ النبات جه كله حيوان، والحيوان جه كله حيوان، والحيوان جه كله حيوان، وفي الاخر الحيوان مات. جيت الكائنات المحللة حللت الحيوان، لما حللته كل العناصر الغذائية اللي جواه تروح التربة، ولما تروح التربة النبات يستفيد بيها تاني ويبدأ يعمل السلسلة تاني. تمام؟ احنا نفسنا الانسان لما بيموت ويتحلل كل العناصر الغذائية من بوتاسيوم من صوديوم من كالسيوم من فيتامينات من كل حاجة كانت غذائية جواه تبدأ تتسرب للتربة وترجع طبعا النبات يستفيد منها. يلا يا شيرين معاكي مس قولي لي، يلا انا دلوقتي معايا كائنات او انواع مهددة للانقراض، ايه هي الانواع دي؟ أنواع محددة بالانقراض زي دب الباندا والخرتيت انت قصدك اللي انقرضت خالص ولا محددة؟ المهددة. المهددة يوجد أكثر من 5000 نوع كائنات الحية مثل دب الباندا والخرتيت أو وحيد القرن، طائر أبو منجل، كبش أروى، النسر الأصلع، من نبات البرد. برافو. طيب يلا يا يلا يا بس هو فاطم، اهو اسأل واحد عشان هنحل. يلا يا فاطم تمام يا بس معاكي اسباب انقراض في عصور حديثة. ايه بسبب اللي هو تدمير موطن أصلي الكائنات الحية، التلوث البيئي، الصيد الجائر، وكمان كثيفة التغيرات المناخية بسبب الأنشطة الصناعية للإنسان والكوارث البيئية، الكوارث الطبيعية. تمام يلا يا يلا يا مازن، نعم يا مس. حاساهم عشان كتير واكلين حقك يا مازن والله. علينا يمين هذا ليك ودري يلا يا مازن، يعني انقراض. نعم يا مس. الانقراض هو التناقص في أعداد التناقص المستمر في أعداد نوع من أنواع الكائنات الحية دون تعويض هذا النقص حتى انتهاء النوع. ماشي كويس. ملك نعم يا مس، نعم. أسألك سؤال في الدرس اللي فات، إيه هي حفرية الأثر؟ أو إديني مثال على حفريات الأثر. تمام، زي حفرية أثر قدم ديناصور وحفرية أثر أنفاق ديدان. تمام تقع. نعم يا مس. نعم يا مس. ماشي يا تقع، قولي لي يلا، يعني ايه ماشي، ايه هي اسباب الانقراض في العصور القديمة؟ بقى فاطمة قالت الاسباب الحديثة، انت القديمة ايه؟ هذا أسباب العصور في الأثناء زي الصدام النازك في الأرض والحركات العنيفة للأرض، وإن هي مرت بعصر جليدي طويل، وكمان الغازات المنبعثة من البراكين، وطبعا انفجار البراكين. جود. طيب ريموندا، نعم يا مس. كان عندي انواع منقرضه قديما وانواع منقرضه حديثا، اديني امثله عليهم يلا. طيب من أنواع المنقرضة حديثا الكوجة، هو حيوان ثدي يجمع بين شكل الحصان والحمار الوحشي، وطائر قدوده من الطيور التي تطير لصغر أجنحة. والمنقرضة قديما الديناصور انقرض من 66 مليون سنة، والماموث يطلق عليه الماموث جدي الفيل، وانقرض من 25 ألف سنة. برافو عليكم يا شباب والله، برافو. حليتوا حاجة في الدرس ده ولا لأ؟ انتوا بعتولي الواجب صح، انا شفته على اصلا. فكرة أنا مش هنقرض مين بتقول انا مش هنقرض؟ دودو. لا انت انقرضتي يا دودو خلاص. لا والله لسه أنا موجودة، البني آدمين انفصلت في مني كتير على فكرة. مس، هو احنا ممكن نقرض احنا؟
الإنسان بتمنى آه يحصل. يقيم إن شاء الله. بمناسبة انقراض البشر يا مس، أنا يا مس حابة الدرس ده. ليه؟ اسأليني أقول أنا لك على كون بيحقق غايتي من غير ما أنا أعملها. اللي هو يا مس الانقراض؟ تقع، عايزة تذبحنا وتاكلنا. لا مش لدرجة اه ما تاكلكم انا يعني، فاكره ما انا عاوزه عشان كده اذبحها من نفسي ده، انا بتفرج على مصاصين دماء كتير. ما حسبي يا مس الله. لما حيوانات اتخيل انقرض، ما حيوانات ونباتات انقرض، احنا مش هنلاقي حاجة ناكلها ولا نعيش بيها، هنقوم ميتين. رودي بالظبط. نعم تقع، اقفلوا المايكات يلا. فاطمه افتح مس المايك يلا. شات، يلا يا فاطمة معاكوا صفحة 240. يلا يا شباب ده افتح صفحة 240. فاطمة ابدأي حلي معايا رقم 16. يلا تمام. أي يلاحظ وقوف نوع من الطيور على جسم الجاموس لالتقاط الحشرات التي تتطفل عليه. طب بخصوص ان انا عندي صفحة هي 240 مقطوعة. خلاص بصي على الشاشة، خليكي بصي على الشاشة. طب قولي لي يا احنا فاطمة حلينا من اول الدرس. هنحل دلوقتي ما تقلقوش، انا عاوزة بس نحل أسئلة القياس العليا الأول. تمام. لغرض التغذي على دمه، وفي نفس الوقت يتغذى الجاموس على الحشائش. ما السلسلة الغذائية التي تعبر عن العلاقات الغذائية السابقة؟ تعبر لحظة. يعني كده الطائر، الحشرات، الجاموس، الحشائش. يعني الطائر، يعني الحشرات بتتغذى على الطائر ولا ايه؟ لا الطائر الأول، رقم جيم. ما هو معنى ان الطائر الاول معنى كده ان الحشرات بتاكل الطائر، والجاموس بتاكل الحشرات، وبعدين الحشائش تاكل الجاموس. مركز السهم رايح منين لفين يا فاطمة؟ مين بياكل مين؟ افتكرت ركزت فيه كده أول واحدة. لا لا ايوه الجاموسة بتاكل الحشرات، ويجي الطائر يقف على جسم الجاموس عشان يلتقط الحشرات. شباب واضحة؟ أنا ما فهمتهاش مس. تاني هو بيقول لي وقوف نوع من الطيور على جسم الجاموس لالتقاط الحشرات اللي بتتطفل عليه، يبقى الحشرات بتتطفل على مين؟ على الجاموس. معنى ان الحشرات بتتطفل على الجاموس يعني بتتغذى على دمه. خلي بالكم حشرات تتغذى على دم الجاموس. ماشي يبقى مين بياكل مين؟ هنقول ان الحشرة بتتغذى على دم الجاموس. خلي يبقى بالكم. الحشرة هي اللي بتاكل الجاموس، بالظبط يعني هتبقى باء. ركزوا بس معايا في السؤال الاول. ماشي. في نفس الوقت الجاموسة بتتغذى على الحشائش، يبقى مين معايا اول حاجة في السلسلة؟ الحشائش طبعا. الحشائش. يبقى جيم كده بره الموضوع. الحشائش هتيجي، مين هياكلها؟ هتيجي تاكلها الجاموس، يبقى ده كده معايا بره الموضوع. انا معايا الف وب، تكنيك حل السؤال اهو. طيب دلوقتي يا ترى الطائر الاول ولا الحشر الاول؟ ما نشوف الحشرة بقى عشان هي مين بتقف على اللي الجاموس، فين. والطائر برافو، بيتغذى عليه. الحشرة تيجي تقف تتغذى على الجاموسة مع دمها، فيجي الطائر يلتقط الحشرة دي تبقى باء. تمام يا فاطمة؟ تمام يا بس كده أنا جاوبت ولا لأ أصلا؟ انتي قلتي ألف ألف ألف. لا مش معانا ألف، مش معانا عشان هو بيقولي إن الطائر هو اللي سوري الحشرة بتتطفل على الجاموس، معنى إن الحشرة بتتطفل على الجاموسة يعني بتاكلها، بتاكل دمها، فيبقى الحشرة نحطها بعد الجاموسة في السلسلة. مس عايزة تمام؟ تجاوب سؤال طائر الدود. لا يلا يا رودي، يلا يا سوري، يلا يا ريموندا. يا مس هل تتوقع أن يكون مثلا طائر الدود على الأرض أم على الأشجار؟ ولماذا على الأرض بسبب قصر أكل ونمو الطيور التي لا تطير. بالظبط. يلا يا شيرين 18. تمام. أي مكونات السلسلة الغذائية المفقودة؟ والله بيهزر.
ولو ده انت سهل أوي. غيرتيه تبقي يعني ايه بتهزري كمان. يعني ايه اللي مفقود، ايه اللي مش موجود في السلسلة دي؟ النبات؟ حلو. سلام. طيب أثر ذلك على بقى على الحاجات التانية. عمل اختلال في التوازن البيئي، شبكة في السلسلة الغذائية. ماشي. طب جاوبي يلا لآخر جزئية في السؤال. ايه عدد الضفادع في هذا النظام الفيل؟ عدد الضفادع واحدة بس موجودة. هيقل طبعا في النظام اللي قدامي دون، هو مش بيسألني عن الشكل، هو بيسألني ايه اللي هيحصل في عدد الضفادع. طبعا عدد الضفادع هيبدأ يقل. فهمت يا ليه؟ بس لأن الجراد، لأن الجراد هيبدأ يقل. لا بالظبط، الجراد هيبدأ يقل بسبب قلة النبات، وبالتالي الضفدع هيقل. طيب يلا يا مازن معايا السؤال ده. يلا 19. الشكل البياني للمقابلات ده عدد أنواع كائنات متواجدة في نوعين مختلفين من الأنظمة البيئية، أي أيهما يكون أكثر استقرارا؟ نظام بي ام اس. ماشي. ما هو بيقول لي مين في دول هيبقى اكثر ايه ولا بي، ما مين هو اكثر قلبي استقرار؟ بي ام اس. ماشي. مثل عدد الكائنات كتير، فيبقى نظام بيئي مركب، فمش هيتأثر، فيبقى مستقر ومش هيتأثر كتير باختفاء نوع من أنواع الكائنات الموجودة. برافو عليك يا مازن، طبعا إجابة صحيحة. طيب كده يبقى المستويات العليا تمام. اوكي تعالوا بقى نشوف الشباب انتوا حليتوا. انا شفت كام حد بعت لي هوم وورك بس مش كلكم طبعا. ده الواجب بتاع الدرس تعالوا اللي يلا. فات ده. خدت بالي. احنا تعالوا، هنحل، بس مش المفروض كده يبقى ورانا واجب؟ ما احنا هنحل سوا دلوقتي. تمام، نحل سوا دلوقتي في التاني. انا عاوزه افنشه، تقدروا تفنشوا لي في ال 13 دقيقه يبقى كتر خيركم. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش كده، احنا لو هنحل ده احنا هناخد واجب ايه؟ هاخد تقع. هقول لكم دلوقتي انا هاخد واجب امتحانات، هاخد تقع تبدا معايا. يلا اول 3 اسئله، اول 3 اسئله ككل. لسه هنفنش يلا يا أمس. تقع. ماشي يا مس، أسئلة ابدا الدرس انا. يا مس. معاكو لسه أنا صفحة بس نحل أسئلة 200. الدرس كلها يا مس. طيب ابدا ركز معانا يا مازن وراجع معانا لو في اي اخطاء. 231. يلا يا شباب يلا يا تقم. يستدل من الحفريات على حدوث الانقراض. تمام. تعتبر أول محمية تم إنشائها في مصر لرأس وادي الحيتان ولا رأس محمد؟ ركزي. أول رأس محمد. محمية رأس محمد. طيب اكتب المصطلح يلا كملي. على الغابات اللي يموت كل أفراد النوع من الكائنات الحية انقراض. ماشي. أهم العوامل اللي بتؤدي لانقراض الأنواع. بتؤدي لانقراض الأنواع اللي احنا سألناها صح؟ طبعا بتبقى بسبب إن الحديث ولا البتاع؟ قولي أهم الأسباب. الأسباب أيوة، مثل الأسباب اللي هي القديمة ولا الحديثة؟ خليه في القديم. ماشي، زي نسوة استخدام قصده النيل من الأرض بعيد عن والحركات الحديثة. المعنية. لا بص، بيقول لي اذكر اهم العوامل اللي تؤدي الى الانقراض، سواء ذكرت حديثه سواء ذكرت قديمه، اذكر اهم العوامل. يعني ايه مثلا؟ حدوث زلازل، اصطدام النيازك بالارض، دي كلها عوامل مهمه، التلوث البيئي وهكذا. ده طبعا انا جاوبت الجائزة. السؤال. ابدأي يلا بقى قولي لي، وضح اصلا الانقراض احد الانواع. طبعا يلا يشيل معايا نظام بيئي بسيط ونظام بيئي مركب. تمام. النظام البيئي يتأثر بشدة عند غياب نوع من الأنواع برافو. لعدم وجود البديل الذي يعوض عن غيابه. أما في ماشي النظام البيئي المركب ما بيط... لا يتأثر لا يتأثر كثيرا عند غياب نوع من الأنواع. برافو. كمان ليه؟ ليه؟ لتعدد البدائل المتاحة له. يلا. ماشي. طيب ايه
أذكر أهمية ما يميز محمية رأس محمد، هي أول محمية طبيعية في مصر. الأنواع النادرة من الشعاب المرجانية بها والأسماك الملونة. ماشي، منطقة وادي الحيتان. سمعني بس، معاكي. اه كملي. منطقة وادي الحيتان يوجد بها هيكل عظم هيكل عظمية كاملة للحيتان عمرها حوالي 40 مليون سنة. كملي السؤال اللي بعده. استخرج الكلمة أو العبارة غير مناسبة. تمام، طائر الدودو ولا القواجة ولا النسر الأصلع؟ لا، يبقى النسر الأصلع، لأن الباقي كائنات انقرضت. تمام كويس. يلا يا رودي. تمام، هو مين جاوب معايا اول 3 اسئله يا شباب؟ تقع. أنا اه سؤال. يلا يا رودي. ماشي يلا يا رودي، خدي رقم 7. تمام، هل بيتأثر النظام الصحراوي من غياب أحد الأنواع المتواجدة فيه؟ لعدم وجود البديل اللي بيعوض غيابه؟ برافو، كملي اللي بعده. يلا إيه ده المصطلح العلمي؟ التناقص المستمر في عدد أفراد نوع من الكائنات الحية، الانقراض. كملي. تمام المسار الذي تسلكه الطاقة عند انتقالها من كائن حي إلى كائن حي آخر، السلسلة الغذائية. ماشي، كملي يا رودي. مجموعة سلاسل غذائية مختلفة متشابكة مع بعضها، الشبكة الغذائية. ماشي مالك، حاولي معايا. يلا نعم يا مس، النظام البيئي اللي بيتأثر بشدة عند غياب أحد الأنواع. هتقرا ايه؟ طيب طب ركزي معانا في الإجابات يا مالك. يلا يا مازن نعم يا مس. كمل يلا معايا. مش كان سؤال تعرف ايه احنا، مستحيل عارف احنا فين؟ دي مش قطعة مركز. عندي. لا ماشي يا مازن ماشي. طيب رقم 4 يا مازن يلا. يا مس، نظام بيئي يتأثر بشدة عند غياب أحد أنواع الكائنات الحية المتواجدة فيه. نظام البيئي البسيط، نظام بيئي لا يتأثر كثيرا عند غياب أحد أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه. النظام البيئي المركب، أماكن آمنة يتم تخصيص لحماية الأنواع المهدده بالانقراض، المحميات الطبيعية. ماشي يلا يا ريموند، بس معلش، بس وقفت فين؟ احنا بدأنا في اختر. يلا تمام. يا ريموند. كل ما يأتي من أسباب الانقراض قديما ما عدا الصيد الجائر من أشهر الحيوانات التي انقرضت في الأزمنة القديمة الديناصور، كل ما يأتي من أنواع المنقرضة عدا دب الباندا من الكائنات المنقرضة جدا. كمل. الطيور المنقرضة التي تتميز بظهور أجنحتها، طائر الدودو، أي مما اوكي يأتي من الأنواع. يلا يا مين يلا يا طق أخيرا، أي مما رقم يأتي من 6. يلا الأنواع المهدده بالانقراض، الكوجا. لا، الكوجا انقرض خلاص. طائر الأبنودي يعتبر من أمثلة كائنات الحية البرية المهددة بالانقراض من البيئة المصرية. نبات البردي في جود. سلسلة الغذاء المقابلة. ماذا يحدث عند تختفي الفئران في هذا النظام؟ الفئران تبقى مس، هو يعتبر من أمثلة الكائنات الحية البرية. كبش أرض. سوري انا ما خدتش بالي من كلمة برية، تمام، انا خدت بالي من البيئة المصرية بس. تمام كويس ماشي. نرجع تاني لسؤال 7 يا شباب. يعتبر من امثال الكائنات الحية البرية. ثانية بس، مدام قال هو الفار هو اللي بياكل الحشرة صح؟ كفاية يا بعدين مركز. التعبان ماشي هياكل الفار، يبقى يقل الغذاء المتاح للتعبان. تعالوا نشوف السؤال ده عشان هيقبلنا زيه كتير.
ايه اللي هيحصل لما الفار ينقرض؟ تعالوا نشوف الاختيارات. عدد الحشرات هتقل؟ لا بالعكس، عدد الحشرات هتزيد. اعداد بينما النباتات هتزيد؟ لا طبعا، ده الحشرات عددها هيزيد فهتاكل النبات كتير. يقل الغذاء المتاح للثعابين؟ لان الفرع يموت. هو غذاء الثعابين. الثعابين الفار لما يموت الثعابين مش هيلاقي حاجة تاكلها. لا يتأثر النظام؟ لا طبعا هيتأثر. يبقى أدق إجابة يا تقى إن يقل الغذاء المتاح للثعابين. أنا قلت أمس تمام، كملي رقم 9 يلا. يتأثر النظام البيئي الاستوائي بشدة عند غياب أحد، لا مش الاستوائي البسيط، ركزي يا بنت. يعتبر النظام الصحراوي نظام بيئي بسيط. تاني تاني رقم 9، ركزي. أيوة، يتأثر النظام البيئي البسيط بشدة عند غياب أحد أنواعه. ماشي كملي. يعتبر النظام الصحراوي نظام بيئي بسيط، كلما يلي مميزات الغابة الاستوائية ما عدا، هي مميزات يبقى إن هي من الأنظمة البيئية البسيطة. بالظبط. طيب رقم ماشي، 12. نعم ممكن أنا أجاوب مثلا إجابتين. ماشي يلا. حيوان مهدد بالانقراض في مقطبه شمال غرب الصين، هتبقى دب الباندا. ماشي تقع حماية ايه؟ يولوستون. يولوستون طيب، التي يتم فيها حماية الدب الرمادي فيل. كانت الولايات المتحدة الأمريكية صح؟ بالضبط. ويتم حماية الحفريات والهياكل العظمية كمان، الاحتفال في محمية وادي الريان. تمام، مين هياخد معايا اكمل؟ يلا يلا يا فاطمة. ثمانية، من أسباب الانقراض في العصور القديمة الهزات الأرضية العنيفة وانبعاث الغازات الثمينة من البراكين، ومن أسباب الانقراض الحديث الصيد الجائر والتلوث البيئي. كائنات الحياة انقرضت في العصور القديمة، الديناصورات والماموث. الكائنات المنقرضة حديثا، الكواجا. تمام، خدي 4 و5 يلا ونوقف لحد هنا. كم من الثدييات المهددة بالانقراض؟ ثدييات منقرضة زي مثلا مهددة؟ ها الباندا، مهددة بالانقراض. الباندا تمام برافو. الباندا من الثدييات يا والمنقرضة شباب. والمنقرضة الماموث. تمام من الثدييات المنقرضة في العصور القديمة الماموث، ومن الطيور المهددة بالانقراض في البيئة المصرية أبو منجد. الأبو منج الطيور. برافو. طيب حلو قوي، هنوقف لحد هنا يا شباب، هتقفلوا لي الجو. مس نعم ايه الفرق ما بين الثدييات بيبقى في فرق ما بين الثدييات والحاجات دي؟ ايه الثدييات الثدييات دي الدولية، كأنها تلد أنا تلد نسيت. وتب تلد تلد وبيض، اما اللاثدييات كائنات مش بتلد عموما. تاني، الثدييات كائنات اللي بتولد اللي شبهنا يعني. يا شباب تمام، محتاجة تقفلوا لي الدرس، الدرس كله هوم ورك إن شاء الله. اللهم صلي على النبي. أطلب منكم حاجة بسيطة، مش هطلب النشاط النهاردة، تعملوا لي نشاط بس المرة الجاية أطلب أجهز لكم، تقول لكم تعملوا إيه وأقول لكم. طب أنا محتاجة منكم إيه؟ محتاجة منكم مسج بسيطة، تقولوا إيه رأيكم في الشرح وإيه الحاجات اللي حابين نطور منها في المراجعة. يعني مثلا يا مس أنت ما كنتيش بتعملي كذا وإحنا محتاجينه، او كان الشرح كويس في كذا ومش كويس في كذا. انا بحب النقد جدا، فاللي عنده اي مشكلة او ما عندوش عموما او حابب يمدح او حابب يذم انا مستنية مسجاتكم، عشان احنا خلصنا المنهج فمحتاجة نشوف. انا عاوزة اشوف دماغكم فيها ايه، او مبسوطين من ايه ومتضايقين من ايه، عشان نعدله سوا ان شاء الله. اللهم تمام. صل على النبي. مبسوطة بس بيكم بصراحة يا مس تاني ثالث مرة. نعم بصراحة يا مس